أول يوم العيد بلاغ يجي لقوات النجدة في المنصورة بوجود حريق في واحدة من المباني السكنية، وبعد ما طفوا الحريق لقوا جوه الشقة جثتين. المعاينة المبدئية بتقول انفجار أدى إلى وفاة الشخصين، لكن رجال المعمل الجنائي والطب الشرعي كان ليهم رأي تاني خالص. 2003 الساعة 4 العصر بلاغ بيجي لقوات النجدة في محافظة المنصورة بوجود حريق قوي في واحدة من العماير السكنية اللي موجودة هناك. بعد البلاغ ما حصل قوات النجدة حركت قوات المطاف، وصلوا لهناك وطفوا فعلا الحريقة، ودخل رجال المعمل الجنائي علشان يحددوا أسباب الحريق واللي حصل جوه ايه بالظبط. ولما دخلوا لقوا جثتين متفحمتين على الأرض، لكن رجال المعمل الجنائي جالهم شك غريب ان الحريق ده ممكن يكون بفعل فاعل، وعينوا مسرح الجريمة كويس وتم إرسال الجثتين للطب الشرعي. وبعد إرسال الجثتين وبعد معاينة مسرح الجريمة البلاغ اتحول لقضية سرقة وقضية قتل. المعمل الجنائي في البداية أثبت إن باب الشقة اتفتح بشكل طبيعي ومفيش أي مظاهر عنف موجودة على باب الشقة. النقطة التانية إن كان من الواضح إن في تعمد لإشعال الحريق، وإن كان واضح في أنبوبة الغاز إن في قطع في الخرطوم، وده كان واضح جدا إنه برضه كان متعمد. الفكرة بقى كلها في تقرير الطب الشرعي. بعد ما الطب الشرعي شرح الجثتين وطلع التقرير بتاعه أثبت التالي، إن الجثتين تعرضوا لطعنات كتيرة جدا. الطب الشرعي كمان أثبت إن هم ماتوا بطعنات قبل الحريق، وإن الحريق مش هو سبب الوفاة، وإن سبب الوفاة الحقيقي هو الطعنات الكتيرة اللي تعرضوا ليها قبل وجود الحريق. ده غير انه باين عليهم اثار العنف بقوة. رجال المباحث في نفس الوقت كانوا بيجيبوا معلومات كافية عن الشابين دول مين بالظبط ومين عيلتهم، وهل هم قاعدين لوحدهم ولا الموضوع عبارة عن ايه. واحد فيهم يبقى ابن صاحب الشقة والتاني مجرد صاحب ليه مش اكتر. تحريات اثبتت ان العيلة اللي بتسكن في الشقة دي كانت مسافرة في العيد، وما كانش موجود في محافظة المنصورة في الوقت ده غير ابن صاحب الشقة اللي توفى وابن عمته اللي ساكن في مسافة بعيد. التحريات كمان اثبتت ان الشقة كان فيها مبلغ مال كبير وكان فيها مشغولات ذهبية كتيرة، وده اثبتته المباحث والمعمل الجنائي بعد المعاينة لمسرح الجريمة ان تم سرقة المشغولات الذهبية وتم سرقة الفلوس اللي كانت موجودة في الشقة. الفكرة كلها ان الفلوس دي كانت فلوس عربية العيلة كانت بيعها قبل ما تسافر بيومين بالظبط، وعدد محدود جدا من المقربين كانوا عارفين ان العيلة دي لسه بيع عربية. فنيجي بقى للنقطة التانية، ازاي الشقة اتفتحت بدون اي اثار عنف، وازاي اللي دخل كان عارف ان في فلوس وفي ذهب. نركز بقى في التفاصيل اللي جاية دي. بعد التحريات المكثفة والتحقيقات اللي تمت مع الجيران ومع الناس اللي عايشة في المنطقة المحيطة للعمارة السكنية اثبتوا التالي، ان احمد وهو ابن عم القتيل ناس كتير شافوه قبل الحادثة بكام ساعة قاعد مع اتنين على قهوة جنب الشقة، وقعد معاهم فترة. قوات المباحث استدعت احمد علشان تحقق معاه وتسأله عن الاتنين اللي كانوا قاعدين معاه، ومن هنا بتبدأ تظهر كل المفاجآت. احمد قال في التحقيقات ان الاتنين اللي كانوا قاعدين معاه هم اصدقاء للعيلة، وهم قابلوه بالصدفة في الشارع، ولما قابلوه طلبوا منه ان هم يقعدوا على القهوة يشربوا مع بعض كوبايتين شاي. والاتنين دول واحد اسمه عمرو وواحد اسمه محمد. واحد فيهم ادعى انه لسه جاي من عند الحلاق وكان بيقص شعره، وانه محتاج يغسل شعره ضروري، وان نسي مفتاح الشقة بتاعه ومش فاكر هو سابه فين، فطلب من محمد صديقه ان يشوف له اي مفتاح يعرف يفتح بيه الشقة بتاعته علشان خاطر يغسل شعره. فصاحبه قال له ان ما معهوش مفاتيح او اي نسخة من المفاتيح، فطلبوا من احمد اي مفاتيح معاه علشان يجربوا يفتحوا باب الشقة يمكن يفتح باي نسخة مفتاح. احمد بحسن نية اداهم ميدالية المفاتيح. الراجل اتحرك فعلا علشان يغسل شعره، وبعد ربع ساعة رجع تاني على القهوة وشكر احمد واداله المفاتيح. رجال المباحث شكوا في الاتنين وكان لازم يقبضوا عليهم، وبعد ما قبضوا عليهم طلع الموضوع كالتالي. عرفوا ان الاتنين دول فعلا اصحاب العيلة من زمان، وكانوا عارفين ان العيلة دي لسه بايع عربية وحط فلوس العربية في الشقة، وكانوا عارفين كمان ان العيلة دي هتسافر في العيد ومش هيكون في حد موجود خالص في محافظة المنصورة، وقعدوا يفكروا في طريقة من غير ما يبان على الشقة اي اثار عنف. فكان الحل ان هم ياخدوا من احمد مفتاح الشقة، وعلشان كده فكروا في اللي هيحصل ده. قابلوا احمد بالصدفة وهي ما كانتش صدفة، هم كانوا مراقبين احمد ومستنينه يرجع في اي وقت، لان هم كانوا عارفين ان احمد معاه نسخة من مفتاح الشقة، ولما قابلوه
طلبوا منه فعلا يقعدوا مع بعض على القهوة شوية، لحد ما عمرو ادى بداية الإشارة لمحمد علشان يطلب المفاتيح. لما محمد خد المفاتيح راح فعلا على الشقة بسرعة وفتح باب الشقة وحط ورقة ما بين الباب وبين الكالون، ورجع رد الباب تاني لكن ما قفلوش كويس. وبعد ما يقوموا من القعدة اللي مع أحمد اللي في القهوة، يطلعوا هما الاتنين على الشقة يسرقوا الفلوس ويسرقوا أي حاجة ممكن تكون موجودة في الشقة. وفعلا بعد ما قاموا من القعدة طلعوا هما الاتنين على الشقة وبدأوا فعلا يفتشوا في كل الأماكن وخدوا الفلوس ولقوا كمية من المشغولات الذهبية خدوها هي كمان. لكن المفاجأة في اللي حصل إن محمد وهو بيراقب باب الشقة اكتشف إن ابن صاحب البيت جاي ومعاه صديق ليه، ففتح الباب ودخل. ولما دخل لقى عمرو ومحمد قاعدين جوه الشقة، فعلشان هم أصدقاء العيلة فافتكر إن أحمد موجود معاهم جوه، فواحد فيهم طلع السكينة وقتل ابن صاحب الشقة. ولما لقوا إن صاحبه كمان خايف جدا وممكن يعلي صوته قتلوه هو كمان. وساعتها جات لهم الفكرة الشيطانية بتاعة إشعال الحريقة. محمد دخل المطبخ وقطع الخرطوم الخاص بأنبوبة الغاز وولع النار جنب أنبوبة الغاز، واتحركوا بسرعة وقفلوا الباب وراه، والنيران اشتعلت وولعت في كل الشقة والجثتين تفحموا فعلا. تقرير الطب الشرعي أثبت كل كلمة هم قالوها من قبل ما هم حتى يعترفوا. الطب الشرعي أثبت إن الجثتين تعرضوا لطعنات كتير. الطب الشرعي كمان أثبت إن هم ماتوا بطعنات قبل الحريق، وإن الحريق مش هو سبب الوفاة، وإن سبب الوفاة الحقيقي هو الطعنات الكتيرة اللي تعرضوا ليها قبل وجود الحريق. احمد ابن عم القتيل بعد ما عرف اللي حصل وعرف ان اتقبض على محمد وعلى عمرو، ما كانش مصدق ان هو بايده اللي اداهم مفاتيح الشقه، وما كانش مصدق ان اصحاب العيله واصدقاء العيله من عمرو هم اللي ممكن يعملوا كده. سلام عليكم.